مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من بين قوسين، خصصناها هذا المساء للحديث عن توجيهات محافظ البنك المركزي بصرف رواتب الموظفين في صنعاء والمحافظات الخاضعه لسيطره الميليشيا. قال محافظ البنك المركزي محمد زمام إن لدى البنك احتياطيا قدره 500 مليار ريال يمني، وإنه حاليا يدفع رواتب المتقاعدين في عموم المحافظات، وسيتم دفع رواتب الموظفين في العاصمة صنعاء بدءا من الأسبوع المقبل بحسب تصريحه. وذكر المحافظ أيضا أن البنك ينتظر ودائع بقيمة 3 مليارات دولار، وهو يعمل على متابعة ذلك. وفيما يتعلق بتحسن سعر صرف العملة، قال زمام إن البنك سيتخذ قرارات تضمن استمرار تحسن العملة الوطنية، وإن هذا الاستقرار سيكون قابلا للديمومة شريطة أن تتخذ بعض الإجراءات في الداخل والخارج، تماشيا مع إعلان الحكومة البدء بإعداد موازنة للعام المقبل 2019. ونوه بأهمية وعي المواطنين وعدم المضاربة من قبل الصرافين، إضافة إلى التفاف البنوك الأخرى حول البنك المركزي. تصريحات المحافظ زمام قوبلت بارتياح كبير، خصوصا لدى موظفي الدولة في مختلف المحافظات، وخاصة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي والتي يعاني موظفوها من انقطاع الرواتب لثلاث سنوات. كيف يمكن للحكومة الشرعية أن تدفع رواتب الموظفين في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي دون عراقيل؟ وما هي آلية الصرف؟ ووفقا لأي كشوفات سيجري تسليم الرواتب وضمانات وصولها؟ هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها مع ضيوف الحلقة. سيكون معنا من مأرب عبر الأقمار الاصطناعية الناشط الصحفي والمتخصص في الشأن الاقتصادي محمد الجماعي، ومن تعز أمين عام نقابة المعلمين عبد الرحمن المقطري، ومن العاصمة المؤقتة عدن الصحفي فتحي بن الأزرق. قبل النقاش كان هناك تصريح أدلى به محافظ البنك المركزي محمد زمام حول ما شاهدناه مؤخرا من ارتفاع متسارع لسعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، وما دار حول ذلك من تشكيك، وكذلك عن اعتزام الحكومة دفع رواتب موظفي الدولة في صنعاء الأسبوع المقبل. نتابع هذا التصريح ومن ثم نبدأ النقاش. العملات التي رأينا تحسن في وضع الريال هو لم يكن كما يذكر أنها نوع من المضاربات، وإنما هي نتيجة لعدد من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، من ضمنها إعادة إدارة النقدية من السيولة. كل المبالغ الذي يتم طباعتها حاليا هي تروح إلى الاحتياطي، لدينا احتياطي 500 مليار ريال يمني. أيضا حاليا ندفع رواتب لكل المتقاعدين في الجمهورية صنعاء، بدأنا دفع الرواتب في بداية نهاية الأسبوع الماضي وسوف نستمر، رغم أنه لدينا إشكالية في النقدية، والبنك المركزي مستعد أن يوفر النقدية إلى الأماكن التي يطلبها في جميع مناطق الجمهورية. حياكم الله مشاهدينا الكرام. إذن كان هذا تصريح لمحافظ البنك المركزي محمد زمام، والذي وعد فيه بصرف رواتب الموظفين في صنعاء والمحافظات الأخرى بدءا من الأسبوع المقبل. إذن أبدأ هذه الحلقة وأرحب بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب الأستاذ محمد الجماعي، مساك الله بالخير أستاذ محمد. أهلا، مساك الله بالخير أخي بشير. أهلا بك. إذا بدأنا بتصريح محافظ البنك، كيف تابعت هذا التصريح؟ هل فعلا سيرى النور وتصرف رواتب الموظفين؟ كما تعلم كان هناك العديد من التصريحات للحكومة، وفي الأخير لا ترى النور ولا يصرف منها شيء. نتابع فعلا في المرحلة الأخيرة إجراءات البنك المركزي وخطواته في تثبيت سعر العملة، نتابع أيضا ديمومة أخبار البنك ونزولها لوسائل الإعلام لطمأنة الناس، ومنها أيضا هذا التصريح، وهو تصريح بصراحة مفاجئ وجديد في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن نقدية بالعملة الصعبة وسيولة أيضا باليمني. يذهب محافظ البنك للتصريح بأنه يعني يصرف رواتب اليمنيين جميعا، هذا شيء مبشر وشيء جيد، واليمنيون كلهم بالتأكيد سيفرحون ولن يسألوا حتى من أين سيأتي بها محافظ البنك. وهو في الحقيقة تصريح متقدم، لأننا نلاحظ أن هذا التصريح لم يأتي من الحكومة،
ليكون بمثابة تصريح سياسي أو لشغل فراغ ما في وسائل الإعلام للتلميع أو غيره. نحن الآن أمام محافظ البنك الذي هو المسؤول عن الخزينة العامة للبلد، والذي بالتأكيد لن يقول مثل هذا الكلام إلا إذا كان لديه ما يدفعه للناس، وإلا سيرفع الراية مباشرة مثلما رفعها بن همام وقال بأنه لن يستطيع دفع الرواتب، وقبلها قال أنه أيضا لن يستطيع دعم القمح والأرز والسكر وغيرها من المواد الأساسية، واستثنى بعد ذلك يعني شيئين. البنك المركزي ليس جهة سياسية، هو جهة محايدة ويتكلم بموجب ما لديه من توجيهات، وأيضا بموجب ما لديه من ملاءة. نلاحظ أنه في الفترات السابقة اعترض على صرف رواتب بعض المحافظات مثل محافظة تعز، والنتيجة يعني كانت لديه سياسة معينة بسبب يعني لا يريد أن يعوم السوق بالعملة المحلية، وأيضا يريد أن لا تذهب الأموال للانقلابيين. الآن هناك يعني شيء مفاجئ وجديد، وهذا ربما يعني يعتمد على إما أن هناك تنسيقا أمميا في بشأن هذا الموضوع أو ضغوط في هذا الموضوع، أو أن للحكومة سياسة معينة في هذا الاتجاه. المحافظة أعلن بأن الاحتياطي النقدي الآن أصبح 500 مليار ريال يمني، معنى ذلك أنه لدى الحكومة القدرة إذن على صرف الرواتب. لكن السؤال الأهم أستاذ محمد، ربما يتساءل الكثير الآن، ما هي الآلية التي سيتم على ضوءها صرف رواتب الناس في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي؟ إما عبر حساباتهم في شركة في كاك بنك كموظفين منذ أعوام وهم يتقاضون رواتبهم قبل حدوث الانقلاب عبر حسابات في كاك بنك، وهذا أيضا في الفترة الأخيرة اعتمد على إرسال حوالات عبر شركة الكريمي أو عبر كشوفات ترفعها الحكومة. نعم بالتأكيد كنا نتمنى يعني مثل هذه الأسئلة أن تكون موجهة فعلا للمعنيين سواء في اللجنة الاقتصادية أو في البنك، لكن تواصلنا مع الكثير منهم لم يتجاوب معنا أحد للأسف الشديد. طيب أستاذ محمد، الآن لا شك أن ميليشيا الحوثي الآن قد غيرت الكثير من الكشوفات ومن الموظفين واستبدلت الكثير من موظفي الدولة، باعتقادك كيف ستتعامل الحكومة والبنك المركزي بصرف رواتب الناس إذا ما الميليشيا كانت هي من بيدها الخطوط الفعلية لصرف رواتب الناس خاصة في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم؟ هي سلمت رواتب لمحافظة صنعاء في عام 2000 في أواخر 2000 أو بداية 2017، وكانت لديها نسخة من كشوفات الموظفين في جميع محافظات الجمهورية، وأيضا سلمت في صنعاء، سلمت في تعز، وسلمت أيضا في إب، وسلمت في وهناك محافظين يعني لم يحصلوا على كشوفات ولم يحصلوا على رواتب، وهناك محافظات حصلت بموجب الكشوفات التي اعتمدتها الحكومة. طبعا سيكون ذلك قبل 2014، لكن بالنسبة للقطاع المدني فقط. أما بالنسبة للجيش فالجيش الوطني الآن تشكل من جديد ويستلم رواتبه بالكامل من الحكومة مباشرة وعبر الكشوفات الجديدة. نعم إذا الجميع يعني ليست ربما هناك مشكلة في نعم على حسب أي كشف. نعم ما المشكلة التي تريد يعني هناك لديهم قاعدة بيانات متأخرة. لا ليست هناك مشكلة بالنسبة للكشوفات، هناك قاعدة بيانات تم صرف رواتب عبرها في فترة الحكومة الشرعية من عدن صرفت، يعني الكشوفات موجودة والحسابات أيضا موجودة في الكريمي وفي كاك بنك. نعم كان هناك حديث أستاذ محمد ربما حول بأن المنظمات والأمم المتحدة هي التي ستشرف على صرف رواتب الناس بعد أن التزمت السعودية بصرف تقريبا 70 مليون دولار لرواتب الموظفين في هذه المناطق، وكان هناك لغط حول يعني مقدار الصرف لأنه الآن ارتفع سعر الريال وأصبحت الرواتب ربما بإجورها الدنيا، ويعني ما كان يعادل مثلا 300 إلى 400 دولار أصبح لا يعادل 100 دولار. كيف ستتعامل يعني وفقا لأي كشوفات، وفقا للعملة اليمنية أم للعملة الدولار وغيرها، إن كانت لديك معلومات في هذه النقطة أقصد؟ في اعتقادي أن يعني هناك معلومات ليست مؤكدة، ولكن أن حتى بالنسبة لأي أموال تحولها المملكة العربية السعودية لكبار الموظفين أو للحكومة بأنها ستحول بالريال اليمني دعما
لصموده واستقراره. وأعتقد أن حتى هذه التي ستصرف من المملكة العربية السعودية أنها ستصرف بالريال اليمني، وإذا لم تصرف فستصرف بسعر الريال اليمني الآن. ما الذي سيفعلونه إذا هذه التغيرات الحاصلة في أسعار الريال وأسعار العملات الصعبة أمام الريال؟ لا ندري بهذا الموضوع. نعم. طيب أستاذ محمد، نشرك معنا في الحديث من تعز الأستاذ عبد الرحمن المقطري، أمين عام نقابة المعلمين هناك. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. مساء النور، حياك الله بشير. أهلا بك. تحية لك ولجميع القائمين على قناة الفيلم. نعم. إثارة ومذيعين ومعدي براء ومقدمي براء. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن، التحية لك ولكل المعلمين الذين ربما خاصة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لا زالوا يؤدون مهامهم رغم انقطاع الرواتب لأكثر من 3 سنوات. لعلكم في تعز ربما بين الحين والآخر تستلمون الرواتب، لكن مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لا يستلمون الرواتب. أنتم في نقابة المعلمين كيف تتابعون تصريحات محافظ البنك بأنه سيتم صرف الرواتب لموظفي الدولة وعلى رأسهم أيضا المعلمين ربما كدرجة أساسية؟ هل تعتقد بأن هذه التصريحات سترى النور؟ هل ستصرف الرواتب؟ سمعنا العديد من التصريحات في السنوات الماضية لكن للأسف لا تصرف. الحقيقة أنه بدع، لكن إذا نفذ بالفعل ولم يكن مجرد ورقة سياسية، وأيضا نأمل أن لا يكون يعني جذغة عواطف الموظفين وأسرهم الذين طبعا شبعوا من التصريحات. كما تعلم أخي بشير أنه يعني قضية صرف المرتبات يعني هي مسؤولية الدولة وهي مسؤولية دستورية وأخلاقية على الدولة في جميع المحافظات الجمهورية بغض النظر عن من يحكم بعض المحافظات. طبعا كما قلت أيضا أنت أنه سبق الحكومة من دغر أن وعدت يعني بعد نقل البنك المركزي إلى عدن بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة حتى في تلك المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. لكن ذلك لم يحدث الا مره واحده، حيث صرف مرتب في نهايه عام 2016 تقريبا او بدايه 2017 لمعلمي امانه العاصمه فقط. ثم لم يصرف بعد ذلك شيء للمحافظات التي واقعه تحت سيطره الحوثيين عدا 6 مديريات من مديريات محافظه الحديده و14 مديريه من مديريات البيضاء. نعم. وربما بعض المديريات من لكن في الغالب الأعم يعني معظم المديريات الواقعة في مناطق الشمال لم يصرف لها، وهي التي يعني فيها أغلبية المعلمين. وبالتالي أنا أقول أن قضية إنسانية، ونحن رغم إدراكنا بأن الدولة يعني ليست يعني بالقدرة على صرف مرتبات يعني الموظفين يعني عددهم يصل يعني الى حوالي مليون، صار طبعا شغلنا الجوانب الموظفين المدنيين والعسكريين والامنيين، لكن نعم انا اقول موظفي التربيه فقط يعني اكثر من 300,000. فيعني لكن انا اقول على الاخوه في التحالف العربي وعلى رسم السعوديه والامارات العربيه ان يعملوا من اجل ان تعمل الدوله على الايجاب مسؤوليتها تجاه رواتب الموظفين. نعم، لكن الآن أستاذ عبد الرحمن، الآن هناك تصريحات يعني واضحة من محافظ البنك وربما هي لأول مرة بأنه من الأسبوع المقبل سيتم صرف رواتب الموظفين في صنعاء وأيضا المحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. هل هناك تواصل أنت الآن مع على الأقل المعلمين في هذه المحافظات وفي صنعاء بأن هناك مثلا تواصل لآلية صرف رواتبهم؟ ما هي الخطوات المتبعة لذلك؟ الحقيقة رغم ان يعني هناك شيء جيد وهو يعني بدء صرف مرتبات المتقاعدين من قبل الحكومه الشرعيه في تلك المناطق التي واقعه تحت سيطره الحوثيين، الا ان المعلمين مع الاسف والتربويين يعني وكنا متواصلين معهم في الايام الماضيه كانوا يشعروا بنوع من الاحباط بسبب تخلي الدوله عنهم خلال الفتره الماضيه، ويخشوا ان هذا التصريح محافظ البنك يكون مثل تصريحات الحكومه السابقه او رئيس وزراء الحكومه السابق، وبالتالي هم طبعا يعني انتابهم يعني قلق مع بعض الامل. لكن ان شاء الله احنا نقول يعني يكون هناك يعني توجه قاتل في هذا الجانب، مع انه انا اعتقد بوجهه نظري انه المفترض انه يكون في قرار
اعلى من قرار محافظ البنك، يعني بمعنى ان توجه الدوله فعلا. نعم، ربما جاء تصريح محافظ البنك استاذ عبد الرحمن هو يعكس ايضا توجه الحكومه الشرعيه بممثله برئيس الحكومه الجديد معين عبد الملك، الذي ربما منذ توليه صرح بان هناك اهتمام كبير والحرص على توجه اخر من اجل تسليم رواتب الموظفين وتنميه واستقرار اكثر من الفتره المقبله. استاذ عبد الرحمن ابقى معي، وايضا الاستاذ محمد الجماعي. سنذهب الان مشاهدينا الكرام لمتابعه استطلاع وصلنا من مراسلنا في سيئون حداد مسيعد، نزل الى الشارع وسال الناس حول تصريحات محافظ البنك المركزي وصرف رواتب الموظفين ليس في المحافظات المحررة التي تصرف بين الحين والآخر، ولكن نتحدث هذه المرة عن المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي بداية من صنعاء وإب وغيرها من المحافظات. نتابع هذه التصريحات ومن ثم نكمل الحديث. هذه خطوة طيبة من البنك المركزي الأيمن، لأن الناس محتاجة وبأزمة ارتفاع الأسعار وبدأ رواتب، يعني هذه بتقضي لهم حاجتهم وامورهم الرواتب. هذه اللي خطوه طيبه ومباركه. والله انا من رايي انه احلى قرار، من شان تستمر المعيشه ويستمر المواطن والموظف وكل الناس بيستفيدوا، وهذا قرار ايجابي وكويس ونشكره على هذا والله. والعسكريين ايضا كلهم بيستفيدوا. هذا قرار من المميزات الايجابيه ونحن نؤيده ونشكره على هذا القرار، وعلى ذلك سوف تستمر الحياة واستمر الناس على حياتهم ومعيشتهم مكافحة الحياة. أولا يجب أن يستمر هذا القرار، وهذا قرار لصالح الموظفين والعسكريين، ونشكر النظام على هذا القرار، يعني نظام هذا القرار الصحيح. رأي هذا القرار رأي تمام، وإن شاء الله أنه الباري يصلح العباد والبلاد ويسدد من كان في صلاحي صلاح البلاد كامل، ويراجعون الاسعار حق الاسواق السعر المحليه كامله، تراجع الصرف تمام بس نشتري راجع الاسعار كامل حق المواطن حق الحاجات الاساسيه، ومراقبه ضروري مراقبه التجار كامل نشتري. قرار سليم، نتمنى ان يستمر بشكل دائم ومستمر، ونتمنى مراقبه على الاسعار بشكل يومي. حياكم الله مشاهدينا الكرام، اذا كان هذا استطلاع من محافظه حضرموت اعده الزميل حداد مسيعد. سمعنا وجهات نظر الناس، الناس مستبشرين كثير ومتفائلين كثير بعودة انتظام الرواتب، وتصريح محافظ البنك جاء ربما في لحظة الناس تنتظر أن يكون هناك خبر مفرح كهذا. أعود إلى مأرب عبر الأقمار الصناعية مع الأستاذ محمد الجماعي. أستاذ محمد، لا شك أن السياسة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الشرعية وأيضا الدعم الذي كان بصورة مباشرة من التحالف العربي، إضافة إلى اللجنة الاقتصادية التي عملت خلال الفترة الماضية على خلق آلية موحدة ربما لترتيب إعادة عملية العملة الوطنية وعدم المضاربة وترتيب البيت الاقتصادي إذا إنجاز لنا التعبير، هذه الإصلاحات جميعها هل تبشر فعلا بخير وديمومة لاستمرار الاقتصاد وتحسن العملة وأيضا صرف رواتب الناس؟ هذا عائد على حرص الحكومة نفسها، يعني ربما لن نلوم الآخرين وخاصة أشقاؤنا في التحالف العربي على ما يقدمونه وما لا يقدمونه، ربما من الناحية الأخلاقية كون المعركة في اليمن تتم تحت إدارتهم سيكون لنا حديث في هذا الموضوع، لكن أن نلومهم ولدينا حكومة الآن أمامنا مدعومة ولديها يعني من الإمكانات ولديها أيضا من التسهيلات وما وعدت به الحكومة السابقة حظيت به هذه الحكومة، ربما التوقيت كان له دور في هذا الموضوع وليست الوجوه أو الأشخاص، لكن دعني هنا أؤكد أن الحكومة باستطاعتها أن تستفيد من أي هامش إن كان، من أي هامش رضا، من أي هامش دعم، من أي هامش اتفاق، من أي هامش تسهيلات، من أي هامش ضغط دولي على أي جهة إن كانت، بإمكانها أن تفعل الكثير، لكن إذا ظلت الحكومة داخل البلاد واستطاعت أن تسيطر على ما بأيديها من موارد وأن تثبت وجودها، لأنها عندما مثل ما قال أحد المحافظين الدكتور صالح سمع قال إذا عادت الحكومة ستسكت كل الأصوات الناعقة وسيحضر البطل إلى هذا المشهد، ستغيب أيضا كل المشاريع الصغيرة. ما هو الآن الحكومة؟ من هذه الآن الحكومة محمد الآن الحكومة الآن موجودة في عدن وتمارس مهامها، وهناك لجنة اقتصادية أيضا تمارس مهامها،
وربما أيضا هناك توجه كبير لدعم الاستقرار الحكومة وأيضا مساندتها الحكومة، ولم يعني على الأقل إلى هذه اللحظة نرى أن الأمور تمشي ربما في الخطوات الصحيحة. ما الذي يقلقك أنه ربما يتغير الحال؟ نعم، الهجمة الاقتصادية الأخيرة هي التي تقلقني. يعني أنا شخصيا ربما كنت من أوائل المتشائمين في موضوع انخفاض الريال إلى هذا الحد وبتلك الطريقة السريعة، وهي تعكس وضع غير متزن. البنك المركزي سحب السوق من أيدي الصرافين وبدأ ب يعني ضخ العملة الصعبة إلى محتاجيها من كبار البيوت التجارية، من المستوردين. أيضا استطاع أن يسحب عملة كبيرة من وهو الآن يقول بأن لديه 500 مليار ريال داخل البنك المركزي من العملة المحلية. معنى ذلك أنه سحب البساط من تحت أيدي هؤلاء الذين يتلاعبون بالأسعار. لكن عندما ينزل الريال بهذه الطريقة، مجرد يعني نظرة واحدة لما يحدث في السوق ستعرف أن هناك ضغط كبير جدا على البنك المركزي، بل وهجمة ليست من أطراف محلية بسيطة وصغيرة. نعم. ربما هناك يعني مجموعة من العصابات داخل البلاد هي التي تقوم بهذا العمل وتريد أن تضغط. وفعلا كان قبل نزول الريال إلى السعود مثلا للدولار إلى 300 ريال، صرف بمأرب إلى 300-350، كان أسعار البنك المركزي كانت مؤشراتها عند 520 ريال. في اليوم الثاني البنك المركزي في خلال ليلة واحدة يعني أسعاره ومؤشراته تقول بأنها الأسعار العادلة هي 450 ريال، لا داعي للمزايدة. نعم. يعني 70 ريال نزل في ليلة واحدة، هذا شكل ضغط على البنك المركزي. وإذا لم يسند البنك في هذه اللحظة ويفعل الخطين، هو نفسه يفعل الخطين، خطواته وسياساته في اتجاه، والجانب الأمني أيضا في اتجاه آخر، لابد من الضرب بيد من حديد على المتلاعبين بأقوات البلد، لأن الدولار يمس الناس جميعا. نعم. أسوأ من أي انقلاب وأسوأ من أي موضوع آخر. نعم. طيب أستاذ محمد، أعود إلى تعز مع الأستاذ عبد الرحمن المقطري. أستاذ عبد الرحمن، أنتم في تعز عندما بدأت الحكومة بصرف رواتبكم في بداية تحرير تعز، ولا زالت كانت الميليشيات تسيطر على العديد من المديريات، الآلية التي اتخذتها الحكومة من أجل إيصال الرواتب للجميع في محافظة تعز كيف تمت؟ وهل يمكن أن يعني تعمم هذه التجربة على بقية المحافظات الآن الموجودة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي؟ نعم، الآلية طبعا كانت عبر بنك الكريمي. نعم. حيث اتفقت الحكومة الشرعية وزارة المالية على الصرف للمعلمين وأيضا الموظفين في المحافظات المحررة عبر بنك الكوريين. وطبعا يستلم المعلمين والموظفين بشكل عام عبر بنك الكوريين وفروعه في جميع يعني مناطق الجمهورية، ويعني معلمي تعز وموظفي تعز سلموا في جميع مناطق الجمهورية، والمعلمين حتى الذين يعني يعيشون طبعا في مناطق سيطرة حوثية في محافظة تعز يستلموا مرتباتهم بشكل طبيعي. نعم. وبالتالي ليست هناك مشكلة في هذا الجانب. نعم. إذن آلية الصرف إذا اتبعت بنفس الخطوات أستاذ عبد الرحمن عن طريق المصرف الكريمي أو أي مصرف آخر، ربما ستصل إلى كل موظف بعيدا عن رقابة ميليشيا الحوثي. ألم يعاني من هم في المديريات في تعز ولا زالت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي من رقابة من قبل ميليشيا الحوثي أو استيلاء على هذه المبالغ أو فرض إتاوة عليها أو الخصم منها؟ طبعا يحصل احيانا تقطعات يعني. نعم. وان كانت طبعا ليس كثيره لكنها حصلت، واخذوا بعض اموال يعني. نعم، ربما هناك مشكله في الاتصال بالاستاذ عبد الرحمن المقطري امين عام نقابه المعلمين. شكرا لك استاذ عبد الرحمن، كان معنا من تعز امين عام نقابه المعلمين، ونشرك معنا في الحديث الان من عدن، من العاصمة المؤقتة عدن، الصحفي فتحي بن الأزرق رئيس تحرير عدن الغد. مساء الخير أستاذ فتحي. مساء النور لك ولمشاهدي أجمل فضائية يمنية. أهلا ومرحبا بك، يعني الشهادة نفتخر بها ونعتز ونأمل إن شاء الله أن تكون بلقيس صوت كل اليمنيين أستاذ فتحي. لكن في البداية والله يا أستاذ بشير، بحقيقة يعني الأمانة أثبتت قناة بلقيس خلال سنة أو سنتين منذ تأسيسها
أنها نالت استحسان قطاع واسع وربما الأكبر من المجتمع اليمني. الشريحة الأكبر هي تتابع قناة بلقيس. هذه يعني ربما يعني أمانة تحملناها أكبر فوق ما قد يعني مرت السنوات الماضية، ويجب إن شاء الله أن نستمر في بهذا النهج وبهذه المهنية حتى نصل إلى كل اليمنيين ونكون فعلا صوتهم، وبإذن الله مستمرين بهذا الخط وبهذا الاتجاه. الله أستاذ فتحي، البداية الآن تصريحات محافظ البنك المركزي لعلها أحدثت أمل كبير لدى المواطن اليمني ولدى الموظفين خاصة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، 3 سنوات لم تصرف رواتبهم. كيف تتابع هذا التصريح، وهل فعلا ستصرف هذه الرواتب أم هي عبارة عن تصريح لوسائل الإعلام وربما لن يتم؟ الحقيقة أن 3 سنوات من قطاع الراتب في مناطق سيطرة الحوثي هي بحد ذاتها جريمة ووصمة عار في تاريخ الإنسانية، في تاريخ، في وجه المجتمع الدولي، في وجه الأمم المتحدة، في وجه أطراف التحالف العربي، في وجه كل الأطراف المتحاربة في اليمن. هذه نقطة أولية. ثانيا، الناس هناك تعتمد بشكل كلي أو ربما 90% على الرواتب القادمة من الحكومة، فكان أساسا شيء مؤلم أن يتوقف صرف الرواتب. لكن طالما ومحافظ البنك المركزي زف هذه البشرة فهي بشرة إيجابية. نتمنى فعلا أن نرى خلال هذا الشهر ولجان الصرف تنزل إلى المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، وهي أولا وأخيرا هذه حقوق الناس. لا أحد يهب الناس شيء من جيبه، الناس من حقها أن تستلم مرتباتها، وهذه خطوة إيجابية. مؤخرا الحكومة تحركت، البنك المركزي تحرك بدعم التحالف وكل الأطراف تفاعلت مع قضية انهيار الريال وتمكنوا من إحداث بعض الإصلاحات المالية هنا وهناك، انعكست بشكل جميل وجيد. ربما ليس هو المطلوب لكن هو أفضل حالا مما سبق. نحن عن نفسي عدت إلى عدن من زيارة خارجية قبل يومين، وجدت حالة من التفاعل، حالة من الترقب الحذر، حالة من الإحساس أنه ربما الأوضاع تتغير نحو الأفضل. هناك حالة تفاعل كبيرة بالحكومة، حالة تفاعل بنشاط البنك المركزي وإدارته، حالة تفاعل كبيرة بنشاط اللجنة الاقتصادية، حالة تفاعل تجاه كل هذه الأشياء. تخيل كل هذه الأشياء تحدث والبلد لا تزال تعيش الحرب. أعتقد أنه في حال الذهاب إلى تسوية كثيرة ربما تتصلح حال البلد والناس فعلا في وضع معيشي واقتصادي صعب للغاية. هذه الإجراءات أستاذ فتحي، هل لمست أن هناك ربما أيضا انعكس على الميدان وهناك رقابة فعلية الآن تمارس على الأقل في العاصمة المؤقتة عدن من قبل السلطات المحلية وأيضا توجهات الحكومة والبنك المركزي، أم لا زال التلاعب موجود في عدن وبقية المحافظات على الأقل المحررة؟ للأمانة ككلمة حق، السلطات المحلية في عموم مديرية عدن وليس حتى في عدن، حتى في تعز، حتى في أبين، حتى في شبوة، حتى في حضرموت، تفاعلت السلطات وكانت على قدر كبير من المسؤولية. تحرك المسؤولون في وزارة الصناعة والتجارة، تحرك المسؤولون في وزارة النفط، تحرك المسؤولون في البنك، في وزارة المالية، كل الأطراف تفاعلت. ربما 3 سنوات بالحرب دفعت الكثير من المسؤولية أو الإحساس بالمسؤولية إلى الأمام. شاهدنا في عدن حملات على محل الصرافة، على محلات بيع الغذاء بالجملة، تحرك أخير وإعلان مسائي اليوم لشركة النفط بخفض أسعار الوقود. كل هذه تحركات إيجابية، لكن نحن كمواطنين نقول أنها لا تكفي، أو أننا نطمح أيضا إلى تحرك أوسع وكبير في هذه الجانب. نحن بحاجة إلى إجراءات تعزز قوة الريال وترفع من سعره، من تخبط، تجعل الدولار أكثر انخفاضا. كل هذه التحركات بالتأكيد أنها ستؤتي ثمارها ربما هذا الشهر، ربما الشهر القادم. الأجمل حاليا في عدن وما لمسه في عدن وحتى في محافظات أخرى أن كل الأطراف حتى في شبوة كل الأطراف وصلت إلى قناعة أن المجتمع اليمني بشكل عام أتعب، أنهك بشكل كبير من الصراعات السياسية والحرب. فاتفقت الأطراف على أن تجعل القضايا الملحة، القضايا الاقتصادية، القضايا المجتمعية في الواجهة، ومن ثم لاحقا عندما تتوصل إلى تسوية سياسية يمكن لها أن تحل أي مشاكلها. المهم أن تركز كل الأطراف
تركز جهدها على الأداء الاقتصادي، على قضايا التنمية، على قضايا المعيشة للناس. الناس في الوقت الحالي للأمانة تريد أن تأكل. الأسر شارفت على المهد جوعا، وأعتقد أنه التحركات الأخيرة عامة إيجابية. الحكومة متفاعلة، الوزراء متفاعلون، المحافظون متفاعلون. حالة من التفاعل أنا شخصيا والله أعيشها هي الأفضل ربما من 3 سنوات. إن كان هناك تخوفات من وجهة نظرك أستاذ فتحي، ما هي؟ أنا أتخوف أن يكتشف الناس أن هناك لعبة فقط في خفض سعر الدولار، ومن ثم يعاود الارتفاع وتكون هناك كارثة. لكن أنا أثق أن هناك فعلا تحركات حكومية أخيرة صاحبتها أيضا، لكي نكون أكثر وضوحا، صاحبتها تحركات سياسية من قبل التحالف. التحالف حرك الملف الاقتصادي وحرك موضوع الدولار والريال لأسباب سياسية خاصة فيها، ربما لتنازلات سياسية لإقصاء طرف أو إدخال طرف آخر. نعم. المهم في الأخير أن هذه التحركات انعكست بشكل إيجابي على المواطنين، على الملف الاقتصادي. نعم. طيب أستاذ فتحي، يهمنا أنه هذه التحركات يجب أن تستمر والتحسن يتواصل، لا أن نعود إلى المرحلة السابقة. نعم. ابقى معي أستاذ فتحي، أعود إلى مأرب مع الأستاذ محمد الجماعي. أستاذ محمد، إذن ربما تفاؤل كبير يتحدث عنه الأستاذ فتحي بالأزرق، ولمس أيضا في المحافظات المحررة وعلى وجه التحديد في عدن، وأن هناك ربما توجه كبير سواء من الحكومة والوزراء والسلطة المحلية أو حتى من التحالف العربي. هل أنت فعلا بهذا التفاؤل ويعني تتابع أن هناك فعلا توجه حقيقي، أم لديك أيضا تخوفات أخرى قد تراها ربما بعين المتابع للشأن الاقتصادي عن قرب؟ يعني ما فيش أحد متفائل أكثر من فتحي، زميل فتحي بالأزرق، إلا أنا طبعا دائما متفائل، وفعلا أشاهد أن الأمور تزداد، يعني تمشي إلى الأمام يوما بعد يوم، صحيح بطيئة جدا لكنها تمضي. إن كان هناك من يعني ملاحظة سواء على كلام أخي فتحي أو أيضا على سؤالك، هو أننا لا يجب أن نغفل أن كل هذا الذي يحصل في البلد حصل بسبب الانقلاب. ما لم ينتهي هذا الانقلاب، ما لم يهزم في عقر داره، ما لم تكون لجبهة دمت والحديدة ونهم وميدي وغيرها من الجبهات في البيضاء وغيرها أثرها في كبح جماح الانقلاب، فإن أي تسوية سياسية لن تؤدي إلى استقرار الشعب اليمني. المراكز المالية في صنعاء، والمال موجود في صنعاء، والتكدس السكاني موجود تحت أيدي الميليشيات، وبالتالي حتى موارد الشرعية ستكون من الصعب عليها التحكم بها، طالما ومنفذ الحديدة ومنفذ رأس عيسى الذي منه تصدير النفط سيذهب يعني إلى 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 أيدي الانقلابيين. وبالتالي نحن أمام يعني تفاؤل كبير جدا. أنا لا أخفيك أننا يعني ننظر إلى ما تقوم به الحكومة السابقة وحتى هذه الجديدة الآن، أنهم يتعاركون في وضع سيء وصعب للغاية. هذه الحكومة حظيت بدعم أكبر من الحكومة السابقة، وهي الآن تتحرك بموجبها، ونأمل أن تتحرك يعني سحب أوراق جديدة ولتحقيق طموحات هي سترفعها. وهي صحيح أنها قالت بعيدة عن الشأن السياسي وأنها ستكون مركزة على الجانب الاقتصادي، هذا أيضا بعد أممي ذكره حتى المبعوث الأممي الجديد، وقال أن مهمة إنقاذ الريال أيضا هي مهمة أممية. هذا الملف الذي قدمته المملكة العربية السعودية وقدمته الحكومة الشرعية على بقية الملفات أثمر في تحركات وتسهيلات في الخارج، سواء لمندوبية البنك المركزي أو للمستشارية المالية، في تحريك هذا الملف إلى الأمام. سنتحدث محمد، لا يسر نتحدث عن هذا الملف، لا يسر عدو. نعم. ولا صديق. نعم، نتحدث عن هذا الملف في محورنا الأخير أيضا مع الأستاذ فتحي بالأزرق، ونربطه أيضا بالمباحثات الآن المقبلة في السويد، وهل سيكون فعلا من الأولويات بانتظام رتبات الموظفين على الأقل في مناطق سيطرة الحوثيين، وهل هناك آلية أيضا لإلزام ميليشيا الحوثي من أجل أن تستمر هذه الآلية وتصرف رواتب الناس؟ نذهب الآن مرة أخرى إلى محافظة تعز، كان لدينا أيضا استطلاع ميداني وسألنا الناس في الميدان حول تصريحات محافظ البنك ومدى تفاؤلهم بأن تصرف رواتب الموظفين ورواتب زملائهم في المحافظات الأخرى الخاضعة على سيطرة ميليشيا الذين لهم 3 سنوات بدون رواتب.
نسمع منهم ونكمل النقاش. قرار محافظ البنك كان قرار حكيم. اولا كان قراره في اعاده الاعتبار للريال اليمني، فعلا نزل من 800 الى 450، يعني كان خطوه مليحه من الجانب محافظ البنك. الان سمعنا برضو انه بيصرف لكل موظفين الجمهوريه رواتبهم، هذا صحيح لانه الموظف ما له علاقه في الجانب السياسي ولا له علاقه في الجانب هذا. من حق الموظف انه ياخذ رواتبه. القانون يقول اي توقيف راتب يعتبر جريمه حرب، لانه الموظف ما له علاقه في الجانب القتالي والجانب كذا. ومن حق الموظف ان ياخذ راتبه في كل مكان في كل مناطق الجمهوريه. ان شاء الله تكون قرارات واقعيه وتثبت على الواقع، لان في لمسنا حاجات برضه، لمسنا المتقاعدين. الان صرفت الجمهوريه كلها، كانت تصرف فقط المحافظه المحرره، الان في خلال الاسبوع الاول صرفت الجمهوريه كلها. هذا برضه دور نتيجه دور البنك المركزي، لعب دور في هذا الجانب، بالاضافه الى الهيئه والمؤسسه التامينات. نامل من الحكومه الشرعيه ان تقوم بصرف مرتبات الموظفين في عموم الجمهوريه اليمنيه، وان تكون يعني المسؤوله عن ذلك، لانه الناس في حاجه الى الراتب. الناس تعاني لها اكثر من 4 سنوات الى 5 سنوات بدون رواتب. نامل من الاخ مدير البنك المركزي ان تكون كلماته يعني ان يكون وافيا فيما قاله بالنسبه لصرف مرتبات جميع المحافظات، ونامل له التوفيق في ذلك. التزم البنك المركزي بالناس تصرف شهريا وباسرع وقت ممكن، ولكن نحن لم نجد هذه السرعه التي صرح بها مدير البنك المركزي، وبداوا بالتاخير والتلاعب في البنك المركزي. ما لا نرى الا توقيعات واوامر في الاوراق، ولا نرى في الواقع شيء. ولهذا نرجو ان يكون مدير البنك المركزي مسؤولا عن كلامه ويلتزم بصرف الرواتب باسرع وقت ممكن، ما لم سيكون هناك اتخاذ اجراءات جريئه من جهه المعلمين، ونحن نلتزم بالتنفيذ والاوامر. نرحب بقرارات رئيس البنك المركزي للجمهوريه اليمنيه باستمرار وانتظام دفع الرواتب للموظفين على مستوى الجمهوريه، ونتمنى الا تكون هذه القرارات على حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. كان هذا ايضا استطلاع من تعزي، وربما الجميع اتفق على نقطة أنه الترحيب الكبير بهذا القرار والمفرح بهذا التوقيت، وأيضا ركزوا على مسألة الضمانات والآلية التي ستصرف على مجابهة هذه الرواتب. أعود إلى عدن مع الصحفي فتحي بالأزرق. أستاذ فتحي، فعلا السؤال الأهم الآن كموظف مثلا أنا أو أنت أو أي موظف آخر يسكن في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، ما هو الضامن بأن راتبي سيصل إلى يدي، أن الميليشيا لن تتسلط علي ولن يعني تقوم باخذ خصومات من او حتى تصادر بالكامل والتصرف ل يعني ناس اخرين وفق الكشوفات التي ربما تغيرت مؤخرا بعد عام 2014؟ انا اعتقد ان الضامن الوحيد هو اللجوء الى كشوفات 2014. على الحكومه ان تصرف المرتبات وفق اخر كشف مرتبات صرف في العام 2014 تحديدا. نعم. سبتمبر 2014، ومن ثم يمكن أن يتم الصرف عبر مراكز البريد وتشكيل لجنة طوارئ لاستقبال أي شكاوى فيما يخص عدم وصول المرتبات إلى أصحابها. ضروري الحكومة أن تجرب شهر واحد ومن ثم تبدأ بتقييم العمل، وفي حال تدخل الحوثيين أو السيطرة على ما أرسل من أموال، أعتقد أنه هنا الحكومة ليس بيدها شيء أن تعمل لهؤلاء إلا عبر الصرف في مناطق بديلة، مثلا الذين في صنعاء يتم الصرف لهم في مالب، والذين في الحديدة في مناطق المحررة من الحديدة، والإب في تعز. بهذه الآلية ربما نصل إلى حل. المهم ألا يكون هناك أي عائق أو أي ذريعة تتخذها الحكومة في موضوع تسليم رواتب الناس. الناس بحاجة إلى رواتب، وهذا حق من حقوقهم، يجب أن يصل بأي طريقة وبأي وسيلة. المهم في الموضوع أن الناس تصل رواتبها. أي شقة أي عذر حكومي لن يكون مقبول ولا مبرر. نعم.
هل تعتقد أستاذ فتحي بأن ميليشيا الحوثي ربما تمارس رقابة معينة أو تفرض أسماء أخرى غير الكشوفات التي وفقا لعام 2014 والتي تريد الحكومة بموجبها صرف الرواتب للموظفين في هذه المناطق؟ أنا أتوقع أنه ربما تحدث بعض الاختلالات هنا وهنا، ربما تحدث أمور كثيرة، لكن نقولها دائما أن الرقابة الحكومية متى ما كانت فاعلة ومتى كانت جيدة ومنظمة أعتقد أنها ستتجاوز أي اختلالات، لكن في المجمل نتفق أنه ستحدث هناك بعض الاختلالات، ستحدث بعض التجاوزات، ستحدث بعض الأخطاء، لكن يجب ألا تكون هذه الأخطاء أو التجاوزات مبرر أو ذريعة لوقف فعلاً المرتبات. في الأخير المرتبات على الأقل يجب أن تصل إلى الفئة المستهدفة والأكبر، إذا وصلت إلى 80% أو 90% من الناس أو استولت جماعة الحوثي على 10%، شخصياً أنا أرى أنه أمر مقبول في مواجهة عدم الناس أنها لا تصل لها أي مرتبات. هذه جانب. الجانب الثاني أنه الحكومة حينما ستظهر أمام الرأي العام، أمام الناس في المناطق المحررة وهي تصرف الراتب، سيحس المواطن فعلا أنه الحكومة فعلا هي الممثل الحقيقي لوجه اليمن، هي الممثل الحقيقي للشرعية. لكن حينما لا توجد الحكومة ولا يوجد أي حضور، لا بسلطة ولا بقانون ولا بحضور ولا بمؤسسات ولا بصرف راتب، أعتقد أنه أساسا الموضوع يكون مزعج ومعيب للحكومة نفسها. نعم. سؤال أخير فقط، هل تعتقد أن أيضا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي سيمارس ضغوطا معينة أو رقابية على الأقل إذا ما صدقت الحكومة بصرف هذه الرواتب للناس في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وتجبر الميليشيا على الخضوع للكشوفات لعام 2014 وتكون هناك طريقة سلسة وآمنة لإيصال هذه الرواتب للموظفين؟ يا سيدي العزيز، للأسف الشديد المجتمع الدولي أدار ظهره لليمن منذ 3 سنوات ولم يتدخل. الناس ماتت جوعا، برامج الأغذية العالمية، المنظمات المتحدة، جهات دولية منها كثيرة أدارت ظهرها لليمن. 3 سنوات من الحرب أعتقد أنها كانت كفيلة أن تثبت لليمنيين كسواء حوثيين أو شرعية أو غيرها أنه لن يحل مشاكل اليمن إلا اليمنيين أنفسهم، ولن يخرج اليمن إلى وضع أفضل مما هو فيه إلا بتعاون يمني. طالما والحكومة قررت أن تصرف المرتبات، فعلى جماعة الحوثي مسؤولية أخلاقية أن تسهل المهمة وأن لا تكون عائقا أمام وصول المرتبات إلى الناس. أما في حال ما قامت جماعة الحوثي وعطلت العملية، فلا تظن أن المجتمع الدولي يمكن أن يغير شيء أو أن يعدل شيء أو أن يعمل شيء. نحن نتمنى إنسانيا ونوجه مناشدة إلى ميليشيا الحوثي، إلى كل القادات هناك، أن يسهل الأمور صرف مرتبات للناس. الناس فعلا 3 سنوات بدون مرتبات شيء خرافي وخيالي والله، لكن نتمنى أن الحكومة تكون جادة في موضوع صرف الراتب وأن تلتزم جماعة الحوثي بعدم تعطيل وصول مرتبات الناس. أشكرك الصحفي فتحي بن الأزرق رئيس تحرير عدن الغد، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن. وعودة أخيرة إلى الأستاذ محمد الجماعي عبر الأقمار الصناعية من مأرب. أستاذ محمد، إذا ما هذه التوجيهات رأت النور في الأسبوع المقبل وبدأت بصرف الرواتب، لو حدث هناك اختلالات أو تلاعب أو رقابة من قبل ميليشيا الحوثي وخصم على هؤلاء الموظفين، هل تعتقد بأن الموظفين في هذه المناطق سيكون لهم صوت يقفون بوجه ميليشيا الحوثي أم لا؟ بالتأكيد، مثل ما يطالبون الحكومة وهي لا تصل إليهم أو لا تحكمهم بحقهم الأدبي وحقهم الواجب مقرر قانوناً، ويعني يطالبونها وبصوت مسموع، سيكون أيضا لهم شأن إذا ما مست الميليشيات الحوثية أي حسابات لأي شخص. الآن تستطيع الحكومة أن تصل إلى أي مواطن، إلى أي موظف عبر حسابه الشخصي وبرسالة وحوالة، هذه خطوط حمراء لا يمكن حتى الحوثي يتجاوزها. هل سيأتي إلى مصرف أو إلى بنك الكريمي أو إلى حسابك في كاك بنك ويسحب عليك الأموال؟ هذا يعني موضوع يعني صعب تخيله، وقد صرفت أموال من قبل ذلك وكان الحوثيون أشد مما هم عليه الآن. يعني الآن ربما عليهم ضغوط كثيرة وهم في حالة ضعف، لكن في السابق الحكومة ألقت الكرة في ملعبهم ونقلت المعركة إلى صنعاء وصرفت رواتب المعلمين. نعم، لا أحد استطاع أن يمس رواتب المعلمين. أشكرك. لأنها كانت مباشرة وخطوة جريئة وقوية.
شكرا لك الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي محمد الجماعي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب. والشكر أيضا لضيوفنا، كان معنا من عدن صحفي فتحي باللزرق، وأيضا أمين عام نقابة المعلمين ممتاز عبد الرحمن المقطري. ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا الشباب في الإعداد والإنتاج الزميل ودي عطا والزميلة إلهام عامر، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى في بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.